مصير هذه الفصائل؟ أين اختفى هؤلاء الذين يقاتلون فيها؟ نتحدث عن أكثر من 60,000 شخص. طبعا هذه الفصائل كانت أكثر من 60,000 شخص، مقسمة بين مجموعة من الفصائل العراقية مثل حركة سيد الشهداء وحركة النجباء والبقايا من منظمة بدر لمقتدى الصدر وغيرها من هذه الفصائل العراقية، وفصائل كانت أفغانية مثل فاطميون وزينبيون، وفصائل من حزب الله تتبع حزب الله اللبناني، وما يسمى تحت بين قوسين المقاومة الإسلامية في العراق والمقاومة الإسلامية في سوريا، وهي كلها تضم مجموعة من المجموعات الموالية لإيران، أعداد كبيرة جدا كانت موجودة في هذه المناطق، في ريف حلب وفي حلب وفي حمص وفي حماة وفي دمشق أيضا، ولها مركز قيادة. الضربات التي تعرضت لها إيران ومراكز الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى الضربات التي تعرضت لها هذه المجموعات داخل دمشق، جعلتها تختفي قليلا. أعتقد أن جزء منها سوف يعود إلى من حيث جاء، يعني جزء منها سوف يذهب إلى معسكر بازوكا في إيران، ومعسكر ضخم جدا يضم مجمل هذه الفصائل موجود في إيران، كل المجموعات تتلقى تدريبات في هذا المعسكر، معسكر بازوكا ومعسكر شهير جدا يخضع للحرس الثوري الإيراني. أعتقد أن جزء كبير منها سوف يعود إلى هذا المعسكر، وجزء منها سوف يعود إلى الحدود الأفغانية الباكستانية مثل مجموعات فاطميون وزينبيون وغيرها من هذه المجموعات.